من خلال اللعب الاعتيادي لهذا الفريق وهو اللعب علاقة الهدف هنا بدقة متناهية، توزيعة هائلة رائعة، وعبيد لم يجد صعوبة في إيصالها إلى الشباك. أعتقد أنه انقلبت الأمور في الشوط الثاني بعدما كان شباب الوزداد هو المسيطر من الناحية الفكرية والفنية والمهارية. يعني الشوط لكل فريق، شوط لكل فريق. شباب الوزداد في الشوط الأول كان يتحكم في الكرة ولكن لم يصنع لنفسه فرصا ولم يكن فعالا في الهجوم. على العكس شباب قسنطينة عندما تحول في الشوط الثاني وأصبح قادرا على إحداث الفارق كان فعالا وتمكن من الفوز. إذن الشباب